قال: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب معقود لشدة الوعيد الوارد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغ عنه، وهذا يقتضي رواية عنه ونقلا لحديثه، لكن مع ذلك شدد في الكذب عليه وحذر منه تحذيرا بالغا، فروى عنه عدد كبير من أصحابه، وصلوا إلى 200 أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 200 من الصحابة، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة. هذا الحديث رواه العشرة المبشرون بالجنة جميعا، الخلفاء الأربعة الراشدون، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وطلحة والزبير، كلهم رووا التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله أورد بعض أحاديث الصحابة التي هي على شرطه هنا في هذا الأمر، فأول ذلك قوله عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا تكذبوا علي، فحرم الكذب عليه ونهى عنه، وبين الوعيد الشديد في ذلك، قال: فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله السلامة والعافية. وهنا لم يرد فيه في رواية علي متعمدا، لكنها استأتينا في رواية أبي هريرة، فقال: فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فهذا وعيد شديد لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكن الصحابة يكذبون عليه رضوان الله عليهم، وكان أحدهم أحب إليه أن يقع من السماء فتخطفه الطير عن أن يقول قولة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأكد أنه قالها. ومن بعدهم من الناس عندما فشى فيهم الكذب وبدأ وضع الحديث، قيض الله أهل الحديث النقاد، فلم يبقى حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيّنوا وضعه، كما قال العراقي رحمه الله: فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. ولذلك قال عبد الله بن المبارك: لو أن رجلا هم من الليل بالصين أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضع. هو هم بذلك فقط ولم يفعله بالليل وفي الصين، لأصبح الناس ببغداد ولم تكن أجهزة الاتصالات متوفرة إذاك يقولون فلان كذاب وضع. هذا حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث هو أول ثلاثيات البخاري في الصحيح، ثلاثيات البخاري 24 حديثا بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 رجال فقط. هذا الحديث رواه البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين البخاري فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال فقط. وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الغزوات، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالتعرب، فكان يسكن في البادية، كان يحب البادية والغنم، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما يعطى للفارس عندما سبق الخيل على رجليه في غزوة ذي قرد، وفي مطاردته لغطفان طارد الخيل على رجليه فسبقها. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيّن بهذا الأسلوب أن من قال عليه أي قول لم يقله فنسبه إليه فليتبوأ مقعده من النار.
ولذلك أول حديث أخرجه مسلم في الصحيح في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يراه مكذوبا علي فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، حتى لو لم يحق، إذا كان حديث لم يضعه هو ولكن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تثبت هل هو صحيح أو لا، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وأهل الحديث كانوا يتحرجون من اللحن في الحديث. قال أحمد بن حنبل: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحن، فليحذر اللاحن أن يكون ممن كذب عليه متعمدا، لأنه قال عليه ما لم يقل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن قط، واللاحن في الحديث كأنه كذب عليه قوله ما لم يقل. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث جمع ثلاثة أحاديث، أي ثلاث جمل، كل جملة مستقلة قائمة بنفسها. فأبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي، فيشرع للناس أن يتسموا باسمه محبة له وإجلالا وتقديرا، فمن يسمي ولده باسمه هذا من إجلاله له ومحبته له، وقد فعل ذلك أصحابه. فأبو بكر سمى آخر أولاده محمدا، وعلي سمى أربعة من أولاده كل واحد اسمه محمد، وطلحة بن عبيد الله سمى أول أولاده محمدا، وهكذا أكثر الصحابة من له أولاد متعددون لا بد أن يكون فيه محمد أو أكثر من ذلك، وكذلك التابعون من بعده. وهذا الاسم الشريف اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يتسمى به أهل الجاهلية كثيرا، عرف قبل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة فقط ممن تسمى بمحمد، فاختاره الله اسما لرسوله صلى الله عليه وسلم وسماه الله به أربع مرات في القرآن، قد سبقه إليه أربعة وسماه الله به أربعا في القرآن. ولا تكنوا بكنيتي، معناه هو إذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، أي لا تجمعوا بين الاسم والكنيتي، وكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. والكنية إجلال للإنسان أن ينادى باسم أكبر أولاده أو بمن اختار، أو حتى بغير، إذا لم يكن له ولد وتكناه كعائشة تكناها النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله، فيجوز أن يتكنى الإنسان بغير كنيته، كأبي بكر ليس له ولد اسمه بكر، وكأبي حفص عمر بن الخطاب ليس له ولد اسمه حفص، فلا حرج في التكني بولد باسم لم يولد للإنسان ولو لم يكن له ولد أصلا. والتكني نداء الإنسان بكنيته إجلال له وتوقير، ولذلك يقول العرب: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقبا، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدبا. وفي البيتين رواية أخرى: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من أدبي من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. وهذا من المعلق، أني رأيت، حذفت اللام التي تدل على التعليق، تعليق رأيت معناه أني رأيت لا ملاك الشيمة الأدب، فعلق الفعل الناسخ عن الجملة الاسمية ولم ينسخها، لم يعمل فيها. ولا حرج أن يكن الإنسان الذي ليس اسمه محمدا بأبي القاسم، لم يجمع بين كنيته واسمه، وقد تكنى عدد من السلف بأبي القاسم. ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، هذه الجملة الثانية فيها بيان
من النبي صلى الله عليه وسلم أن من رآه في المنام فقد رآه على الحقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. وهذه بشارة للرائين. وما يرى في المنام خمسة أقسام. القسم الأول منه ما كان رؤيا من الله، الرؤيا من الله، وهي من المبشرات التي بقيت، وهي جزء من أجزاء النبوة. وقد سبق الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، والحديث الآخر أنها جزء من 73 جزءا من أجزاء النبوة، وسبق الجمع بين الحديثين. والنوع الثاني النفث من القرين الملكي. القرين الملكي ينفث في روح الإنسان نصيحة. والفرق بينها وبين الرؤيا الإلهية أن الرؤيا الإلهية ثابتة لا تتزلزل ولا تكون إلا بالخير، والنفث الملكي متزلزل ولا يكون إلا بالخير أيضا. فالملك يأمر الإنسان أن يقول خيرا، أن يقرأ قرآنا، فإن امتنع أمره أن يذكر اسم الله، فإن امتنع أمره أن يسكت عن الشر أو أن ينام لينقطع شره. فهذا من النفث الملكي. وكذلك في المنام يبشره بخير يلقاه ويزيل عنه الحزن بذلك، أو يبشره على قريب له قد مات فيراه صورة حسنة أو نحو ذلك. القسم الثالث ما يكون من الأمزجة والأمراض، فيخيل لصاحبها شيء في المنام فتراه روحه هو ناشئ عن أمر في جسمه، كأصحاب المرة وهي الحموضة الصفراء دائما يرون الحرائق والرؤى المروعة. وسبب ذلك راجع إلى المرض والطبيعة. وكذلك ما كان راجعا إلى هوى نفسي، كمن نام وهو ظمآن يرى الماء، ومن نام وهو جائع يرى الطعام. ثم القسم الخامس ما كان حلما من الشيطان، فإن الشيطان يلعب بالإنسان يدخل عليه الحزن. وعلامة الحلم الذي من الشيطان علامتان. العلامة الأولى أن يأتي بما يخالف العقل أو الشرع، الشيء المستحيل مخالف للعقل أو مخالف للشرع، فهذا من الشيطان. ودليل ذلك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أن رأسي قطع فتدحرج فتبعته، فقال: لا تقصص علي لاعب الشيطان بك. هذا الرجل رأى أمرا مستحيلا، هو أن رأسه قطع فتدحرج فتبعه، كيف يراه؟ البصر في الرأس والرأس قد قطع، فهذا مستحيل عقلا، أن رأسي قطع فتدحرج فتبعته، فقال: لا تقصص علي لاعب الشيطان بك. وكذلك العلامة الثانية أن تترتب عليه لذة بدنية كالاحتلام ونحوه، فإذا ترتبت عليه لذة بدنية فهذا من الشيطان، لأنه يتلاعب بالإنسان مثل هذا النوع من التلاعب. ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام تأتي على أحوال، أبلغها وأصدقها أن يراه الإنسان على صورته، على صورته الواردة في وصفه، فيراه ربعة مائلا إلى الطول، أبيض مشربا كثر لحيته سوداء، ويرى كمال جسمه وأنه ليس بادنا ولا مطحما ولا مكلذما، ويرى اعتدال صورته، ويرى قوته وضخم مفاصله وضخم هامته إلى آخر الأوصاف الجميلة التي فيه. فمن رآه كذلك هذه أحسن رؤية، وهي صادقة، ولا يمكن أن يأمره بها بسوء، لا يمكن أن يأمره بمخالفة شرع أصلا، لأنها رؤيا حق. أما ما دون ذلك فمنه أن يراه ويأمره بخير، ولكن يراه على صورة غير صورته، إما على صورة إنسان يعرفه هو كشخص من العلماء أو من الصالحين، فهذا تأثر نفسي حجبته محبته لذلك الشخص أو معرفته به، أو ظهر له في تلك الصورة التي يتأثر بها
فهو بقي عليه شيء من الوصول إلى مقام الرؤية الحقيقية، ولكن رأى وارثاً من ورثته أو مبلغاً عنه، فكان ذلك على الأقل جزءاً من أجزاء الرؤية. القسم الثالث أن يراه بصورة قبيحة مخالفة لرؤيته، كأن يراه إنساناً أشيب أو أعرج أو أعور أو فيه عيب من العيوب الخلقية، هذا أصلاً منافي، ما يمكن أن يكون كذلك، وحينئذ يدل هذا على مرض في الرائي، أن الرائي مرتكب لقبيح سترى عنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فرأى تلك الصورة، فإذا رآه أعمى أو أعور أو أعرج أو أسود أو غير ذلك، معنى ذلك أنه هو الرائي قد ارتكب كبيرة من الكبائر أو فاحشة من الفواحش سترته عنه فرأى صورة نفسه، رأى العيب الذي فيه في تلك الصورة. ولذلك قال فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، وإذا جاءه جاء رأى رؤيا فأمرته بسوء، نهاه عن الصلاة أو أمره بقطيعة الرحم أو بشرب الخمر أو بأمر محرم، فليعلم أن ذلك ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي رأى ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يتمثل الشيطان في صورته، ولكن قذف في روعه هو أنه رسول الله وادعى ذلك له. والذين يدعون النبوة كثير، فقد ادعى مسيلمة والأسود العنسي والسجاح وطليحة بن عدي ومالك بن نويرة في العهد النبوي وقربه، فدعوى النبوة ليست هي الممنوعة، دعوى النبوة حاصلة تقع، فيمكن أن يأتيك شيطان ويدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كاذب، لأنه يأمر بغير ما أمر به، ولأن صورته على غير صورته، فليس ذلك منافيا لقوله فإن الشيطان لا يتمثل بصورته. الجملة الثالثة وهي التي عقد عليها الباب، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، وهذه فيها إضافة لفظ متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. هذا اللفظ دائما هو وصف وهو قيد، وعند الحنفية أنه لا مفهوم له، لأنهم يرون أن مفهوم المخالفة بالصفة والشرط ونحو ذلك لا اعتبار له، والشافعية يبالغون في اعتبار مفهوم الصفة مفهوم المخالفة مطلقا، ولذلك قالوا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قالوا إنما يلزم الجزاء في حق المتعمد وغيره لا يلزمه، والجمهور على أن متعمدا هنا لا مفهوم لها، فمن قتله خطأ أيضا عليه الجزاء. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله السلامة والعافية.